الموظفين والمستعجلين، لو عندك كيس لحمة شرايح في الفريزر تعالي هقولك هتعمليها ازاي بكل سهولة وبساطة. طبعا اللحمة دي شرايح بس بتبقى فيها دهنة كده من الجنب، احنا بنحبها جدا لان بتبقى في الصينية خطيرة. طبعا بنجيب من جزار مضمون اللي احنا بنثق فيه بقالنا سنين، وهو جزار ومشاوي محمد خليل اللي في شارع صلاح سالم. اول حاجة هنبدأ ان احنا نفرم البصل، وبيكون بصلتين ثلاثة وسط حسب كمية اللحمة، دي نص كيلو لحمة. انا حطيتها زي ما هي كده، ما استنيتش عليها لحد ما تفك، ولا حطيتها في الميكرويف، ولا نزلت عليها ميه سخنة، ولا الكلام ده كله. حطيتها زي ما هي البصل، وكمان حطيتها في الصينية ونزلت عليها بمية اللي هي يعني ايه تبقى بالسوا بتاعها كده، او يعني تغطيها شوية. سبتها بقى ايه على النار كده تستوي كده مع نفسها على نار متوسطة. اتفرجوا بقى على الجمال، هتبدأ ان هي تفك من بعض. على فكرة انا دايما بعمل الطريقة دي لو مستعجلة وما طلعتش اللحمة من بالليل. بصوا بقى هتبدأ ان هي تفك، طبعا الجزار يعني ربنا يبارك له هو بيقطع لنا بقى قطعية حلوة كده وبيظبطها لنا، يعني بنستخدمها على طول مش بنحتاج اللي احنا نعمل فيها اي حاجة. بصوا بقى شايفين، طبعا انا ما حطيتش لسه ولا توابل ولا حطيت حتى اي مواد دهنية زيت سمنة، انا بسيبها تسوي نفسها بالدهون اللي فيها، ودي اكتر طريقة صحية وجربوها بجد هتستمتعوا بطعم اللحمة. طبعا المية بتبدأ تقل منها، يعني زي ما انتوا شايفين كده بتفضل تغلي وتستوي والمية تقل. طبعا عايزة اقول لكم اللحمة دي بتستوي بصوا بطريقة، لان هو جايب لنا قطعية بتستوي بسرعة قوي. انتوا شايفين اصلا يعني هي ممكن كمان تتاكل كده، بس انا مش هستكفي بكده، بس ممكن كمان احط عليها شوية مية، وعشان بس ايه انزل الملح وانزل التوابل وكده عشان بس اقلبهم فيها، وبعدين اقوم ادخلها الفرن. مش هدخلها الفرن وهي تكون يعني نشفت من ميتها عشان ما تتحرقش، بدخلها الفرن وهي فيها شوية مية، وببدأ ان انا هتلاقيها نشفت بقى في المية لما دخلت الفرن على الشبكة مش على الصاجة، هتلاقيها ان هي بدأت بقى تنشف المية خالص. بصوا الجمال، تبدأي تقلبيها عشان بس تاخد اللون. انا ما فتحتش الشواية ولا اي حاجة، كل دوت فتحت بس الفرن من تحت. بصوا بقى الجمال والحلاوة، والله بجد يعني يعني انا بجد بحب قوي بحب قوي بجد اللحمة دي، اكتر كمان من اللحمة اللي بتبقى في الخضار، يعني بتبقى كده سهلة وخفيفة، والدهن اللي فيها كده يتاكل، يعني مش تجزعي منه. طبعا انا بحط لها ملح وفلفل بس، ما بحطش اي توابل تانية مع اللحمة. حابين تحطوا توابل او بهارات مفيش مشكلة، بس انا ما بحبش اضيع طعم اللحمة. انتوا شايفين بقى جميلة ازاي، انتوا شايفين الجمال اللي انا شايفاه بجد. طبعا كانت دايبة وجوسي جدا جدا. دي بقى مع صينية بطاطس وشوية رز، يا سلام. خلاص انتي كده طبختي في نص ساعة، في 3/4 ساعة حسب البوتاجاز بتاعك، يعني بياخد وقت قد ايه. دايبة انا مش محتاجة يا جماعة اقطعها بالسكينة، ولا محتاجة اقطعها بالشوكة، هي اصلا دايبة في بعضها كده. يعني اتمنى تجربوها وهتعجبكم جدا، وبألف هنا.